قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ أسوان أشرف عطية بتفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كومومبو. وأكد وزير الزراعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات. وأضاف أن محطة كومومبو لإنتاج شتلات قصب السكر هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر، وأشار إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وأن المحطة على مساحة تصل إلى 26 فدانا وبتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم الواحد.